السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده جدول مبارياتنا بيبتدي من الدوري المصري للدرجة الأولى، البنك الأهلي وبيراميدز الخامسة والنصف مساء. وفي الدوري الأوروبي دينامو زغرب وإشبيلية الثامنة إلى الربع مساء، أولمبيكوس وأتلانتا الثامنة إلى الربع مساء، ريال سوسيداد ولايبزيج الثامنة إلى الربع مساء، لاتسيو وبروتو الثامنة إلى الربع مساء، نابولي وبرشلونة العاشرة مساء، ريال بيتيس وزينت سانت بطرسبرغ العاشرة إلى الربع مساء، رينجرز ودورتموند العاشرة مساء، سبورتينج براغا وشريف العاشرة مساء. وفي دوري نجوم قطر أم صلال والوكرة الثالثة إلى عشر دقائق عصرا، العربي والخور السادسة مساء، الغرافة والريان السادسة مساء. وفي الدوري الإنجليزي أرسنال وولفرهامبتون العاشرة إلى الربع مساء. وفي الدوري المغربي للدرجة الأولى نهضة بركان والجيش الملكي التاسعة مساء. وفي الدوري المصري للدرجة الثانية الأولمبي والديكرانس، دمنهور والرجاء، كفر الشيخ والأسكندرية سبورتينج، الحمام وحرس الحدود، الزرقاء وبايونيرز، بلدية المحلة والمصري بالثلوم، أبو قير للأسمدة والمجد السكندري جميعا الثالثة عصر. وفي الدوري العراقي النفط والميناء الثانية عشر والنصف ظهرا، سامراء والقاسم الواحدة ظهرا، الديوانية وكهرباء الواحدة ظهرا، الصناعة ونفط ميسان الثانية والنصف عصرا، الزوراء والطلبة الخامسة والنصف مساء. بس كده، دي كل المباريات اللي كانت معنا النهاردة. نتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. يدعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة.